أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. أمطار وانخفاض في حالة الجو بتشهدها المحافظات بشكل كبير مع ظهور البوادر الحقيقية لقدوم فصل الشتاء. الموجة دي هتستمر لحد إمتى، وهل هيكون لها تبعات يعني جوية أسوأ؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، واللي مشرفانا على الهاتف على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك يا دكتورة معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك أستاذ محمد، وأهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. يعني إحنا شايفين أمطار وغيوم يعني وتقلبات، الناس بتسأل يعني بداية يعني إيه سبب كل هذه الأجواء؟ بالفعل يمكن بداية من اليوم بدأنا نشهد بعض التقلبات الجوية في معظم محافظات الجمهورية. شفنا فرص الأمطار أو سقوط الأمطار اللي كان متفاوت الشدة من محافظة للتانية، وكان كمان الأمطار دي رعدية، وبدأت كمان درجات الحرارة تنخفض، لأن احنا بدأنا من اليوم نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، عاملة على وجود غطاء سحابي كبير من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، واللي كانت طبعا في بعضها سحب رعدية، وأدت لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أو محافظات الدلتا، محافظات شمال الصعيد، مدن القناة. والى الان في استمرار لسقوط الامطار، يمكن بعض المناطق من الجمهوريه بتشهد الان سقوط امطار، ومتوقع استمرار سقوط الامطار يمكن على مدار هذا الاسبوع. بس خلينا نتكلم على سقوط الامطار خلال الساعات القادمه. متوقع استمرار سقوط امطار، يعني هتتحول لامطار متوسطه على محافظات شمال ووسط الصعيد، وده هيكون معانا خلال الساعات القادمه ان شاء الله، وعلى مدار ساعات الاحد ان شاء الله يوم الاحد هيكون في استمراريه لسقوط الامطار المتوسطه والرعديه على وسط وشمال الصعيد وبعض المناطق كمان من الصحراء الغربيه. بتمتد الامطار خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على مناطق متفرقه من القاهره الكبرى، جنوب الوجه البحري، القناه، وسط وشمال سيناء، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. وايضا الامطار تمتد خفيفه ورعديه لمناطق من محافظات جنوب الصعيد. يعني احنا بكره ان شاء الله عندنا استمرار لفرص الامطار المتفاوته في الشده والرعديه في معظم محافظات الجمهوريه فيما عدا المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن الامطار في شمال الوجه البحري هتكون امطار خفيفه ايضا ورعديه، اغلب المناطق فيها سقوط امطار بشكل متفرق وبشكل كمان عشوائي منطقه دون الاخرى وعلى فترات متقطعه من اليوم. كمان بدانا نشعر بانخفاض درجات الحراره بشكل كبير، خاصه فترات الليل. فترات الليل فيها انخفاض، فيها بروده بشكل كبير في ساعات الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر. بدات درجات الحراره تعود للمعدلات الخريفيه لمثل هذا الوقت من العام. عظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 28 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي اجواء فتره النهار تكون أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، الوسط البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أجواء ما بين حر لشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده هيكون فترة النهار، فترة الظهيرة تحديدا، مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس، وخاصة في ساعات الليل المتأخر أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات اللي هي ظهيرة الحرارة بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المناطق دي درجات الحرارة فترة الليل بتنخفض فيها بشكل كبير. طيب دكتورة، نقدر نقول إنه الشتاء خلاص بدأ، ولا دي مراحل يعني بداية فصل الشتاء، وإنه خلاص الناس هتتعود يعني على انخفاض درجة الحرارة يعني الأيام القادمة؟ البداية الرسمية والفلكية لفصل الشتاء ده هتكون 21 ديسمبر إن شاء الله، لكن احنا بدأنا النص الثاني من فصل الخريف. هنبدأ تدريجيا نشوف أكثر الأيام فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة وفيها أجواء شتوية، لأن النص الثاني من فصل الخريف عادة ما بياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي بيبقى معظم أيامه انخفاض في قيم درجات الحرارة، بيبقى في معظم الأيام فيها أمطار باختلاف المناطق والكميات. ويمكن ده هيكون معانا على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله، في استمرارية لسقوط الأمطار باختلاف المحافظات والأماكن بتاعت سقوط الأمطار وكميات الأمطار من يوم للتاني. يعني إحنا متوقع استمرار الأمطار يوم الاثنين الثلاثة هتبقى موجودة والأربعة بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وايضا خلال فترات الليل. فخلاص احنا بنقول اجواء اشبه بالاجواء الشتويه تستمر معانا خلال الايام المقبله،
يمكن كمان الشبورة المائية ما زالت موجودة، لكن كثافتها أقل من الأيام الماضية. الأيام الماضية كان في وسط تحدي الضباب وانعدام رؤية أفقية، لا الحمد لله الرؤية بدأت تتحسن في الشبورة المائية، أصبحت شبورة مائية عادية مش هتأثر على حركة المرور، لكن موجودة وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وقطع على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطلحات المائية. بس هننصح كل الساده المتابعين، مهم جدا في فصل الخريف وخاصه في الاجواء المتقلبه اللي هنشهدها على مدار هذا الاسبوع المتابعه اليوميه والمستمره للنشرات الجويه، لان دايما بيحصل تحديث تغيير في خرائط الطقس واحنا بنعلنه مع حضراتكم اول باول. ومهم كمان ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او في ساعات الليل المتاخر نتخلى تماما عن الملابس الصيفيه، الملابس لازم تكون ملابس خريفيه، بيفضل اصطحاب جاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتدي هذا الجاكيت. كمان مع سقوط الامطار وخاصه في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار الكبير زي محافظات شمال وسط الصعيد او بعض المناطق كمان من القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، مع سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، افشات الكهرباء، الواح الاعلاف المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، لان الامطار هتكون امطار رعديه، وعاده السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتزود سرعات الرياح على سطح الارض، فممكن يكون في اثاره لبعض الرمال والاسلحه، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير وان شاء الله دايما السلام عليكم. دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، طبعا بشكرك يعني على تواجدك معنا على تلفزيون اليوم السابع وعلى هذه المعلومات الهامة يعني. شكرا لك. شكرا جزيلا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.